اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elden Ring. اليوم عندنا قتال ويا الزعيم Ancient Hero of Zamor. تمام. هسه طبعا هذا يستخدم علينا الفروزن بايت الجليد. طبعا دخلوا له بمفتاح خاص تخلوه بمكان مثل الشيء هذا، تشوفوا التمثال ويفتح لكم شلون البعد الثاني للمكان ويطلع هذا الزعيم Ancient Hero. زين. هسه طبعا نستخدم عليه النار. طبعا هذا اول قتال وياي لي. فهسه خلينا نشوف حركاته. حركاته مو ذيك الصعوبة، يعني بسيطة، حتى الفروزن بايك مالته ما يأثر عليه هواية، يعني أصلا مطور سلاحي في ضرباتي ما تأثر عليه هواية. واستخدمه مستخدمات تانية. لحظة دمجنا شوي، استعجلنا، المفروض تكون أبعد فرق أو دمجنا. دمج مالته مو كلش عالي في النوبة، بس استخدمه يا إما تعاويذ النار أو استخدمه بعد هذا الجديد، أما يصعد العداد بسرعة ولا ياخذ من الدم هواية. فشغلته بسيطة مو ذاك الشيء، عادي. استخدم عليه مال التنين. تفاداها. زين. ماكو مشكلة، نخلي النائب هذا الفاير جريز تمام بالسلاح مالتنا، باعه يأثر عليه هواية فرق يكون. خلينا ندور يجي. حستخدم المات هذا الفروزن فايت. بس وخروا عنها باتجاه يمنى ويسرى، ماكو مشكلة. وإذا شفتوا قريبين يمنى صيروا وراء تلقون فرصة تدمجوه بينما هو يسوي هاي التعويذة. اوكي نخلي الفاير جريز. ضربات مو صعبة، تقدرون حتى تصدوها يعني بالدرع. اذا الدرع يصد الضربات الفيزيائية 100% راح تقدرون تصدوها. ممتاز، دمجناه. طبعا بعدني استوني قاعد اتعلم حركات القتال مالتين، هذا اول قتال لي وياه، بس ما شفته ابدا صعب الموضوع. طبعا حركاته سهلة ومكشوفة يعني ما بيها مشكلة، بس حاولوا دائما تستخدموا الدرع يصد الضربات الفيزيائيه بشكل كامل، حتى اذا ما لحقتوا تستفادون ضربات تقدرون تصدوها. بس حتى تصدون ضربات لازم يكون عندكم ستامينا. ايش قاعد يسوي؟ لحظه اتوقع انتقل الفيس ثاني. شو ايش راح يسوي؟ تقريبا حركاته ما تغيرت حتى بالفيس الثاني، مو وايد تغيرت، شيء بسيط يعني. سهل الضربات، سهل واحد يسوي لها باري ويتفاداها او يصدها، ما في مشكله. شوي شوي قاعد اتعلم بس على حركاته حتى افهم حركاته، بس سهل ندمجه. لحظة ما راح ندمجه. باعو ضربته اقدر اصدها 100%. خلي فاير جريز. لا 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 استعجل دمجني راح اموت. لحظة نرجع شوي لورا. تمام خلي هيلث. انتبهوا لما تاخذون تخلون فاير جريز او تاخذون هيلث لازم شوي تكونون بعيدين عنه. شوفوا تقريبا واقف او بعيد ما يقدر يوصل لكم. لازم يلا دمجه. اوبس بس دمجه يقدر اصلا يرد لنا الضربه. انتبهوا من هاي السالفه، يعني ضربه ضربتين ورجعوا وخروا. انتبهوا على اعداد ال شو اسمه الفروزن بايت. انتبهوا من عنا. دمجتها ممتاز. زين مجد بين هاي الضربة، يعني ضرباتها سهل واحد يتوقعها وسهل يتفاداها، مو مشكلة، سهلة بسيطة. بس والله قتالها صراحة عجبني، حلو يعني. بس على الحركة مالته والفروزن مالته فروزن بايت حلوة. واحد يستخدم بعض هذا الفاير جريز، استخدم الفاير جريز طبيعي لأن هو قاعد يستخدم الفروزن، يعني هو ضعيف ضد الفاير جريز ضد الفاير 100%. اوبس ما لحقت اوخر. ماكو مشكلة. نرجع لنفسنا على الهيلث، نخلي هيلث. ممتاز، حركاته سهل تتفادوها، ماكو مشكلة. دمجنا، ماكو مشكلة. حركاته حتى ترى ما تفادى تقدرون تصدوها، يعني ما راح اذا الستامنا ما تكون كامل تقدرون تصدوها. وجهت له ضربتي. ممتاز. موقع دي هيلث. الالف مال هيلث موقع دي كريمسون تيول موقع دي. موقع دي هواية. الاعداد مال الفروزن عندي صعب هواية. يلا مبقى اقل من ربع دمه نقدر نكتله، بس شوية ركز وياه. فروست بايت. مشكلة.
تمام ندفع الضربات شوية خليه الفايف ويز. تمام جاء فالضربات ما بقى لي دم هواية لازم أحافظ عليه وانتبه للضربات وياه. زين صديت الضربة وجهت له ضربة ممتاز. يلا ما باقي له شيء بس لازم انتبه مشكلة طاقة ما عندي. اوه ما بقى شيء من دمي بقى لآخر ضربة. قضيت عليه الانشنت هيرو اوف زامور. تمام اخيرا قضينا عليه انمي فيلد طبعا تاليزمان. تمام تمام اصدقائي لهنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمي باللايكات.